هذه إحدى البلدات البوسنية، بوسان ساكروبا، مدينة جميلة. الله، ما أجمل منظر المآذن في المدن البوسنية. وهذا نهر أونا، روح بيهاتش، يتعرج ويتفرع ويحيي كل بلدة يمر فيها. بناخذ جولة في هذا القارب الكلاسيكي، في هذه الطبيعة الخلابة. دكتور، رأيك في الطبيعة؟ صراحة لا يعلى عليه المكان، لا يعلى عليه. رائع. ليت معنا شاعر. والله اللي ما هو بشاعر يصير شاعر بهالمحلات. والله الله تجود قريحته على طول. بالليل فيا هلا با يا مرحبا، بالليل فيا هلا با هلا هلا. نودي على المدينة الجميلة بوسان ساكروبا، وفاصل مع كشتة بوسنية يا شباب. وكشتة عربية على أراضي بوسنية في بيوت شعر سعودية. مرحبا بكم في بيهاتش. الله على جمال الطبيعة، ويا جمال بيوت الشعر في الأراضي الخضراء. جميل، السلام عليكم. مرحبا. يا هلا والله. مرحبا، تفضل استريحوا. ما شاء الله. السلام عليكم يا هلا. يا مرحبا. كيف صحتك؟ عساك بخير. مليون مليار. يا مرحبا. طيب. يا مرحبا. يا مرحبا الطيبين. السلام عليكم. شلونك؟ طيبين ان شاء الله. شلونكم؟ مرحبا مرحبا. يا مرحب يرحبا، السلام عليكم يا جماعه. يلا حي يلا حيهم، نورتوا مديره. الله اكبر الله اكبر. مرحب مرحب يا مرحب. جلسه عربيه في الاراضي البوسنيه، ولا احلى. ما شاء الله الاحلى. البوسنه تحيي فيكم يا شباب. الله، صحن فواكه وحركات وجلسات. وين وين الثياب؟ وين المشالح؟ واحد وقفل. ارحبوا كاستيلو. يا مرحب يا رحبوا يا مرحب مليون. وهذا بيت الشعر الثاني. كاستيلو، تركتك في الخيمه ذي، انت في كل الخيام ما شاء الله. 12 قلت في الخيمه، كل فيها 12 وتك فيها 20. الله اكبر. يا مراحب يا مراحب. يا هلا يا هلا يا هلا. يا هلا يا هلا يا هلا. يا مراحب. سبقناك. يا هلا ابو مروان. يا مرحبا يا مرحبا. اسعد الله مساءك. يا مرحبا حياك الله. بالله يا ابو مروان، مع هالاطلاله الجميله. والله يا ستار. ما جادت قريحتك بابيات من الشعر؟ اي، قدام هالبيت الشعر هالدلال وهالبحيره قدامي، يقول يا ما حلا يا عبيد في وقت الاسفار، جذب الفراش وشب ضوء المناره. يا سلام. بعدلة تجلى على واهج النار، ونجرم الى حرك تزايد عباره، الى ان قال وخير منها ركعتين بلا اسحار. لا طاب لا طاب نوم اللي حياته خساره. الله عليك. تقهوه ارمل سي، صح لسانك. بيوت الشعر أضفت على الجمال جمال في بيهاتش في البوسنة. هذا مشروع أبو عائشة البوسني، أبو عائشة ما غيره، اللي في الرحلة الماضية من أبناء المدينة المنورة ورجع لبلده في البوسنة وافتتح هذا المشروع هو وابنته عائشة. أسأل الله الكريم أن يبارك لهم. طبعا بيوت الشعر ذي للتأجير، أجر رمزي، يأجرها أظن 3 ساعات مع مع الجلسة والقهوة والشاهي، حوالي 100 مارك، 200 ريال سعودي، حوالي 200 ريال سعودي. وفي قارب أيضا مع التأجير، هذا القارب الجميل. الآن نأخذ في جولة. أبو عائشة تأخذ فينا جولة. وهذا أبو عائشة، جد عائشة. السلام عليكم. طبعا هو رجل أعمال، كان يعيش في سويسرا والآن رجع إلى البوسنة، رجل فاضل.
نطلع ابو عايشة. ارحب تفضل يا ابو فهد. بسم الله بسم الله. اي والله ابغى شاهي، ابغى استمتع بتفاصيل الطبيعه. ابو عايشه، المره الجايه نبغاك تحط الخروف المشوي في القارب في النهر. الله عليك الله عليك والله صعب. ها نحط مفطح مفطح والله يا ابو عايشه ما انت بسيط. لا ايش المكان الجميل هذا يا ابو عايشه؟ انتم جملتموه الكبسه الطبيعه ابو فهد بقلب. شيء 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 عجيب. عموما يا ابو عايشه الله يبارك لك في مشروعك وأرجو لك رزقا وافرا ويشفي عيوش. عيوش مريضة نوعا ما، فآثرت إنها ما تطلع صراحة، فما تشوف شر إن شاء الله. الله على جمال الطبيعة يا جماعة. أنا ما أدري شو أقول، بس يعني الكلمات لا تصف جمال المشهد اللي إحنا موجودين فيه. أتوقع يا أبو عائشة أنه إن شاء الله مشروعك هذا مخيم أبو عائشة حيكون أشهر مخيم في أوروبا. صديق فهد كان قبل شوي يقول ما أدري شو يسميه، أنت الآن قلت مخيم أبو عائشة، شكله بيصير مخيم أبو عائشة. مخيم أبو عائشة تم تم مخيم أبو عائشة الآن. الآن الآن أدخل جوجل وأسميه مخيم أبو عائشة. يا شباب اللي بياخذ جولة في القارب، القارب تنتظركم جولة ولا أروع. اللي يبغى جولة يا شباب في القارب. كاستيلو تعرف تسبح؟ خلك هنا في المخيم. الله على الجلسة في البساط الأخضر. تبغون جولة في القارب يا شباب؟ الجلسة هذه ما نقدر نقوم منها. الله الله والأجواء الحلوة هذه، كانوا تسحبوننا سحب ما عندنا مال. يبغون نجرهم جر يا أرمان. مخيم ولا أجمل يا أبو عائشة. يا مرحب يا هلا والله. بنكتب عليه لوحة مخيم أبو عائشة ورحبوا. يا سلام. إيش التفاصيل؟ كم تأجر المخيم؟ والله المخيم نأجرها ومعها إيش اسمه القارب. جولة بالقارب. أيوه إيه؟ خاص كل إيه؟ بيت شعر لها قارب خاص. كل بيت شعر له قارب. أي نعم. يا سلام. ايوه عزبة كبيرة. ايوه حق الطبخ العلوم وعزبة صغيرة موجودة، وانا حتى نطيتها ورا البيوت شعر حق البزران اللي كبيرة 6x10 ساعة ساعتين ثلاثة على واحد اللي يبغاه. أيوة. ساعتين الاصل فكانها ممكن ساعتين او ثلاث. ايوه يعني ممكن يجي ناس كثير. كم الساعتين الثلاث؟ ما ادري شيء معقول. مو 100 مارك. مية مارك يعني حول 200 ريال سعودي. إيه كذا. بكبداية بس. الله يجعل فيه البركة. الله يبارك لك يا شيخ. الله بحط رقمك يا أبو عائشة. وأبو عائشة على فكرة صاحب شركة سياحية. نعم. من المطار للمطار. حط لهم الرقم عادي. بحط لهم كرتك إن شاء الله. والعنوان برضو مع الكرت. بس يرفعوا الشاشة يوصلوا لك بإذن الله. طريق السلامة يا شباب. ما شاء الله وصلت بسرعة. بجوار مخيم أبو عائشة موجود هذا المكان الخلاب، مطعم وفندق ومقهى كوستيل كيبوك. لازالت البوسنة تفاجئنا. شلالات وأنهار وعجب عجاب. الله على شبة النار. يا مرحبا.
من شبت النار من غير قز ودوار. الله الله عليك. هناك شبة نار، هنا يسلفون على الكورة. صباح الخير، اليوم يبتدئ فصل جديد من فصول رحلتنا. نودع بهاتش الحالمة ونتجه إلى مستار التاريخ. سننطلق من شمال غرب البوسنة ومخترقين البوسنة حتى مدينة مستار. في الطريق سنتوقف في بحيرة جميلة اسمها بوسكو. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو مروان، أفطرت وخليتوني جايكم. في الطريق إلى مستار. تفاصيل الطريق جميلة. هذه بلدة اسمها كلوج، تعني المفتاح في البوسني. قبل عامين ثلاثة كان عدد سكانها 100,000 يذكرون لي، والآن حوالي 5,000، والسبب الهجرة إلى أوروبا. ما عندهم عمل فهاجروا، يعني بعد فترة حتكون خالية من السكان. اللي بيستوطن في هذه القرية يعطيني خبر، جاهزة في بيوتها، بمروجها، بمراعيها، بأنهارها. وقفة استراحة في هذه الأجواء الجميلة. ما شاء الله مشاريع، واحد مشروع حلال واحد مشروع عقار. انتوا ليش ما تستوطنون القريه اللي هاجروا منها؟ لا يا ابو فهد، انها سبحان الله العظيم شيء عجيب. فاصل من الطبيعه في طريقنا الى مستار. بحيره بليفا، هذه البحيره الخلابه يغذيها نهر اونا. بالقرب منها الطواحين اللي مريناها قبل يومين. ما اجمل الطبيعه، بحيرات وشلالات وأنهار وجبال خضراء، جمال في جمال. والآن الكابتن أبو صالح بيأخذنا جولة في هذا القارب. أبو صالح، مساء الطبيعة. مساء النور يا هلا. كيف وجدت البوسنة؟ ما شاء الله لا توصف. يا سلام عليك. جميلة تفاصيل الطريق إلى مستار. احنا جايين من بهاج، فرقنا لها مع بلدة تسمى دوني واقع. توقفنا نصلي في هذه الديرة يا بلانيتسا. أمطار وأجواء روعة. وهذا المحل إذا مريتوا من هنا لا يفوتكم، محل بوريك بوسني شيء عجيب. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. الرزق 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 الرزق. شوف كيف تقطعوه. الله 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 الله. آسف. هنا بنشوف كيف طريقتهم. حطوا على هذه النار. في عنده بالجبن وباللحم وبالبطاطس. صراحة جربناه 10/10. هذه بوريك. بس انه افضل من البوريك اللي بالجبن اللي في التركي، لانه انواع. اللي في البوسني صراحه عجبني. كيف كيف كستلو كيف؟ بوريك حلو. بوريك اربط بريك عند البريك. الاجواء خياليه في يابلانيتسا. وامطار خفيفه وايضا حاضره في التاريخ الحديث. هذا معلم مهم من معالم البوسنة.
الجسر المهدم وله قصة في التاريخ. أشهد أن محمد رسول الله. ما أجمل صوت الحق. سحر الطبيعة في البوسنة. وصلنا ولله الحمد لمدينة التاريخ مستار. نأخذ جولة في عبق التاريخ. كم أنت جميلة يا مستار. وهذا نهر نيرتفا يخترق البلدة القديمة. وهذا جسر مستار شهير في التاريخ. من الأسفل إطلالة أجمل على الجسر. مستار مدينة عجيبة مقسومة إلى قسمين، تقسيم جغرافي وتقسيم عقدي، بين النصارى الكروات والمسلمين البوسنيين. مدينة جميلة. تفاصيل البلدة القديمة رائعة، جسور وقناطر وأنهار ومساجد قديمة. يا جمال الجامع، من أجمل الجوامع اللي شاهدتها. عمر هذا الجامع أكثر من 400 عام. يا جماعة، إطلالة المقاهي ولا أروع. لا تكاد تذكر البوسنة إلا ويتبادر إلى الذهن مدينة مستار الجميلة. مدينة تجمع بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة. أجمل ما يميزها هذا النهر الجميل يخترقها ومخترقنا الأراضي البوسنية بمسافة 220 كيلو، محيين جميع القرى والبلدات اللي مر فيها. الموجود أمامنا البلدة القديمة في مستار، بلدة عمرها أكثر من 500 عام. أشهر ما فيها جسر مستار الموجود أمامنا. المدينة مقسمة جغرافيا وعقديا بين الكروات النصارى والبوشناق المسلمين اللي هم البوسنيين، فاستهدفوا المنطقة الإسلامية الموجودة أمامنا بالقصف حتى سقط هذا الجسر. تاريخ وطبيعة وجمال. من مستار التي كانت تعيش الحصار إلى بلد السياحة والازدهار. الله الله عليك يا أبو سعيد. واخترنا يكون ختامها مسك في يومنا في مستار، في هذا المطعم الجميل، على هذه الإطلالة الرائعة، إطلالة على التاريخ. هناك عادة غريبة عند أهالي مستار، يقول لك الرجل لا يصبح رجلا حتى يقفز من فوق جسر مستار، لذلك يتسابق أبنائهم على القفز من فوق الجسر. ونهر نيرتفا الموجود في الأسفل من أخطر الأنهار في العالم لسرعة جريانه ولعمقه، وأيضا مليء بالدوامات، فهو فور السقوط لابد أن ينحرف ناحية اليمين أو ناحية الشمال ويتشبث بالصخور ويخرج. خير، صباح الطبيعة، صباح عبق التاريخ. الله على جمال المنظر. مستار من أجمل مدن أوروبا ومدن البوسنة. بالأمس أخذنا جولة في المدينة القديمة ونهر نيرتفا، اليوم سنستكمل جولتنا في حما مستار. حنروح إلى منطقة أثرية اسمها بوجيتل، أول مدينة بنيت في الهرسك. بعدين حنروح على منطقة اسمها بلوغاي بونا، فيها نهر بونا وفيها منطقة ذات طبيعة خلابة. ونختم يومنا إن شاء الله في سريف، في هذه القرية
يعود بنا الزمان 500 عام. هذه أول قرية إسلامية في إقليم الهرسك في قارة أوروبا، باقية على حالها، نموذج للقرى والبلدات الإسلامية في قارة أوروبا. مكان أثري جميل تأخذ فيه جولة، والشباب سبقونا على الحصن الموجود في الأعلى في قمة القلعة. الله على جمال الطبيعة. التاريخ يعانق الطبيعة في البوسنة. هذا نهر نيرتفا، وهذه أول بلدة إسلامية في إقليم الهرسك في أوروبا. تفاصيل القرية كما هي ذكرتني في القرية العثمانية في بورصة، وهذه القرية أيضا قرية عثمانية. هذا نهر نيرتفا يتعرج ويصب في البحر الإدرياتيكي عند منفذ بحري، هو المنفذ البحري الوحيد للبوسنة في مدينة تسمى نيوم. القرية الآن ما فيها سكان، قرية تراثية، ويبيعون فيها المصنوعات اليدوية، المنسوجات والهدايا. مكان جميل، في الشارع يعرضون الزيوت والعسل والفراولة والمكسرات. الله على الفراولة. في طريقنا إلى معلم جميل من معالم البوسنة، بلاقاي بونا، منبع نهر بونا. احنا طلاب مدارس بالظاهر. أجمل الأنهار في أوروبا بونا. بونا ينبع من تحت هذا الجبل ويسري حتى نهاية نهر نيرتفا. يسري في الليل، ها؟ يسري في الليل. في النهار بس جالس هنا. جالس بهذا. ما شاء الله. نهر بونا أحد أجمل أنهار أوروبا، ومن أجمل المناطق الطبيعية في البوسنة. بلاقاي بونا منبع النهر. ينبع النهر على عمق 200 متر تحت هذا الجبل الضخم. ومن أكثر المياه عذوبة في البوسنة. وعلى أطراف النهر مقاهي ومطاعم ذات إطلالة رائعة على النهر. هنا منطقة تسمى التكية، طريقة من الطرق الصوفية النقشبندية. على عمق 200 متر داخل هذا الكهف ينبع نهر بونا، ومن أعذب أنهار البوسنة، خليط فاخر من الطبيعة، منطقة تستحق الزيارة.